هذا فيما يخص المنتخب المصري، فيما يخص المنتخب الجزائري يزداد تألق اللاعبين الجزائريين في الأندية الأوروبية من مباراة لأخرى، ولعل العمل الذي يقوم به الثنائي رياض محرز وإسلام سليماني بنادي ليستر سيتي دليل على تألق الجزائري في أوروبا، لكن الكثيرين يتساءلون عما إذا كان هذا الأداء الجيد سينعكس على مشاركة الخضر في كأس أمم أفريقيا بالجابون يعود منها بتتويج قاري. حسين بوصالح والتفاصيل. رياض محرز صاحب المركز السابع لأفضل لاعب في العالم حسب جريدة فرانس فوتبول الفرنسية، وأفضل لاعب إفريقي بحسب قناة البي بي سي، هي ثمرة تألق لاعبي المنتخب الجزائري في مختلف النوادي الأوروبية. تألق أوروبي قد يجعل من المنتخب الجزائري مرشح فوق العادة للظفر بكأس أمم إفريقيا القادمة بالغابون، فهل سيتمكن هذا الجيل من عكس البروز مع نواديهم مع المنتخب الوطني، أم أن إفريقيا ستظل عقدة الخضر؟ ظروف إفريقيا ليست بظروف أوروبا، لكن نظن أنه من دون شك التأقلم يكون في إفريقيا، يعني شريط وين المنتخب تاعنا يجري عدة مباريات مع المنتخبات الإفريقية، وكذلك يتأقلم في المناخ المقارب للبلد اللي راح نلعب فيه النهائيات. لكن نقول على المستوى أو على الظروف من دون شك سوف تكون صعبة، لكن الفريقنا من دون شك سوف يكون له الشأن في هذه الدورة هذه، ويعني صراحة لازم نقول أنه المستوى تاع اللاعبين تاعنا في منحنى تصاعدي سوف يكون بالفائدة للمنتخب الجزائري. لم يتمكن الخضر سوى من حصد لقب وحيد على أرض الجزائر منذ سنة 1990، وطيلة هذه الفترة كانت لكواليس إفريقيا وظروفها المناخية دور في كبح جماح محاربي الصحراء بحسب متابعينا. إذن المردود الفردي للاعبين الجزائريين بمستوى جيد إن لم نقل ممتاز، لكن كرة القدم هي لعبة جماعية، المهم هو أن هذه الفرديات تشكل مجموعة منسجمة قادرة على قهر أكبر المنتخبات الإفريقية. هل الجزائر باستطاعة ذلك؟ على الورق نعم، لكن إفريقيا هي إفريقيا. أنا أقول لك وقلتها في السابق، ربما قد أبالغ، لكن أقول أن المنتخب الجزائري عنده حظوظ أوفر للفوز بكأس العالم من الفوز بكأس إفريقيا للأمم. لماذا؟ لأن في كأس إفريقيا هناك معايير هناك خصائص لا تناسب اللاعبين الجزائريين. هل ستكون كأس أمم إفريقيا بالغابون محطة جديدة سيكسر فيها المنتخب الجزائري وحتى دول شمال إفريقيا عقدة الفشل في التتويج بعيدا عن أرضها وملاعبها؟ حسين صالح، بي سبورتس، الجزائر. كابتن أيمن، الحديث عن رياض محرز أفضل لاعب أفريقي جائزة البي بي سي، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، هل تتفق مع من يقول بأن محرز أضاف الكثير ودلل صعوبات كثيرة للاعبين العرب في المستقبل، لأنه يملك القيمة ويملك الموهبة وأعطى مساحة وهيبة للاعب العربي على صعيد البطولات وليس بالزبط على صعيد الموهبة فقط؟ بالضبط بالضبط. أنا شايف والله رياض محرز إن شاء الله لاعب بصراحة كون أنه هو يحرز اللقب الأفريقي أحسن لاعب في أفريقيا والسابع على طبعا العالم. أنا شايف أنه هو لاعب مؤثر كبير جدا، وفعلا يعني زي ما تقول مثلا فتح الباب أو بقى واجهة كويسة جدا للاعبين العرب، خاصة كمان اللاعبين الجزائريين، أنه برضو اهتمام كويس جدا، اسم كبير سواء مهريا هو أو اعتدنا فنياً. وجود اللاعب العربي في أوروبا، واعتدنا وجود المواهب العربية سواء الجزائرية المصرية التونسية وما إلى ذلك، لكن دائما يختصر وجودهم على أنهم مواهب يقدمون مباريات كبيرة، يقدمون مواسم كبيرة مع فرقهم. لكن رياض محرز كسر هذه القاعدة، لا، رياض محرز يتوج بالألقاب على صعيد الجماعي مثل ليستر سيتي دوري إنجليزي، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، سابع أفضل لاعب في جائزة فرانس فوتبول، فأعطى شخصية للاعب العربي، أعطى شخصية وأعطى قيمة للاعب العربي كمان، إنه هو في منظور دلوقتي للاعب العربي أكتر من السابق طبعا، لأن طبعا رياض محرز يعني لاعب على قدر كبير جدا جدا جدا
من ان ازاي يكسب منتخب بتاعه، ازاي يكسب فريقه. فطبعا حاجه زي كده انا شايف ان رياض محرز عنده الكثير والكثير ان هو يقدمه، لانه الانظار كلها تبقى مسلطه عليه في البطوله الافريقيه اللي جايه دي. طيب مع المنتخب التونسي مشاهدينا